طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نوجه في البداية عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 1.0727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نريد أن نتحدث في بداية هذه الحلقة حول موضوع الانتخابات المبكرة والصراع بين الكتل السياسية التي تريد إجراء هذه الانتخابات المبكرة كما أطلقوا عليها وفق النظام الانتخابي القديم دون أي تعديل. طبعا الشارع العراقي منذ ثورة تشرين يرفض هذا الشكل من الانتخابات، بل يطالب بحل كل هذه الأحزاب المسيطرة على زمام الأمور في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن، بل ويطالب الشارع العراقي بدستور جديد وبنظام سياسي مدني يضمن العيش الكريم لكل أبناء الشعب العراقي دون تمييز، ويرفض كذلك مشاركة أي شخصية شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003 ولغاية الآن بأن يكون له دور في المستقبل، ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم من الطبقة السياسية بدماء العراقيين وسرقت ثرواته ومصادرة حقوقه. طبعا اليوم مسؤولون في بغداد كشفوا أو يوم أمس كشفوا لصحيفة العربي الجديد بأن تقاطعات كبيرة برزت في الأسبوعين الماضيين بين البرلمان وحكومة مصطفى الكاظمي تدفع باتجاه كما أسموه صراع فرض إرادات. الخلاف هو حول مشروع الانتخابات المبكرة على وجه الخصوص، وأكدوا بأن كتلا سياسية تسعى لتوجيه البرلمان نحو التمرد على الحكومة من خلال تعطيل تفاهماته الخارجية. طبعا حدة الخلافات ارتفعت كما يقول السياسيون لصحيفة العربي الجديد بين كتل سياسية في البرلمان وبين مصطفى الكاظمي عقب تحديد الأخير موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة من دون الرجوع للبرلمان الذي لم يستطع تمرير قانون الانتخابات والقوانين المرتبطة به حتى الآن، ما تسبب بتشنج بين المؤسستين ومحاولة كل منهما إلقاء الكرة في ساحة الأخرى. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل أخي صباح. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا بالمرحلة القادمة يعني احنا راح نعرف ان الكتل المعارضة هسه اللي معارضة اللي القرارات اللي اتخذها الكاظمي مع امريكا ومع بالقمة عمان راح يعارضوها، اللي يعارضها طبعا هو حزب الدعوة وبدر والعصائب والميليشيات الوقحة بالضد من مصطفى الكاظمي. طبعا صار حجر عثرة اختيار الكاظمي لرئيس الوزراء، يعني هسه انا متاكدين كنا احنا يعني من اختاروه هسه تندمهم لان اتجاهها وطريقه مخالف لهم، هم مشروعهم فارسي ولائي لايران وهذا اتجاه غير اتجاه يعني امريكي يريد يسوي علاقات مع منطقة مع السعودية والأردن ومصر وغيرها في سبيل العراق يعيد إلى محيط العربي، لأن احنا عرب احنا مو فرس في سبيل نتجه إلى ولاية الفقيه. فراح يشوف هسه التصادمات اللي راح تصير بقرارات المجلس بالبرلمان وبأن يريدون انتخابات مبكرة في سبيل يزيحونه، لأن هم غلطم حاليا غلطم باختياره. والشعب العراقي والشارع العراقي بالرغم من مساوئ مصطفى الكاظمي معول على مصطفى الكاظمي الكثير، يعني ان ينقذ من هذا المستنقع الميليشياوي. هل قادر مصطفى الكاظمي؟ يعني هم الذين جلبوه وهو من داخل العملية السياسية وهو ابن هذه الطبقة السياسية، وتربطه علاقات ان كانت يعني بعد فكري او حتى عائلي، فكيف يستطيع لوحده ان يعدل الوضع في العراق؟ هل يعقل؟ أخ عمر احنا نعرف هي الكتلة الأكبر الموجودة بالعراق هي الكتلة الناس والمتظاهرين والشارع العراقي. نعم. تعتبر هاي أكبر كتلة، يعني رئيس الوزراء بما أنه مستقل وما تابع لأي قائمة
يقدر يذب حمله على الشارع العراقي وعلى المتظاهرين وعلى المعارضه للحكومه الموجودين. يعني اكو هواي شخصيات مستقله معارضه لتوجهات الحكومه هاي الموجوده اللي صار لها من 2003 لحد الان. فمصطفى الكاظمي اذا يريد ينقذ العراق وينقذ نفسه ويسجل اسمه بالتاريخ، التاريخ العراقي، المفروض به يخلي ايده بايد الناس وبايد العشائر وبايد المتظاهرين ويحقق مطالبهم في سبيل المتظاهرين. يعرفون من الميليشياوي ومن اللي مجاهد واللي مثل ما يسمون انفسهم ومن الناس السيئه وتجار المخدرات والفاسدين وغيره. مصطفى الكاظمي الى هاي المرحله يعني ينقذ نفسه وينقذ المجتمع العراقي من صراع طائفي. يعني احنا لا تتصور استاذ عمر ان العراق راح يصير بجنه باي خطوه يتخذها الكاظمي او اي خطوه يتخذوها الميليشيات بالضد من الناس، راح تصير مجازر. فعلى الكاظمي بما ان العراق محتل وتحت البند السابع يخلي ايده بيد الامريكان وبيد الدول العربيه في سبيل يساعده اقتصاديا، توفر له بعض الخدمات. ما هي الولايات المتحده الامريكيه هي داعمه هذه الطبقه السياسيه، هي من انشات هذا الدستور، يعني هو ما قدامه اذا الانتخابات صارت ما قدامه اقل من سنه. والانتخابات ما كانوا والانتخابات يعني هل ترى الانتخابات المبكرة هي حل؟ ما معقول انه راح تصير انتخابات نفس الوجوه راح ترجع الانتخابات المبكرة هي نفسهم راح يرشحون ونفسهم اللي مهيمنين على وهو من اقترح هذه الانتخابات المبكرة، يعني تصف في صالحهم، ما راح تنقذ المجتمع العراقي من ما موجودين احنا هسه من المعاناة اللي جاي نعانيها الانتخابات المبكرة. نفسهم راح يرشحون الفتح وسائرون ونفس الشخصيات ببدر ونفس الشخصيات بالحشد الميليشياوي، هم نفسهم راح يسيطرون على المراكز الانتخابية وعندهم امكانية مالية ان يزورون وعندهم السلطة والهيمنة والقانون بديهم. فالانتخابات المبكرة ما راح تنقذ الشعب العراقي من اللي احنا موجودين هسه حاليا جاي نعاني من عنده. الانتخابات المبكرة الشارع العراقي حاليا ما يريد انتخابات مبكرة، الشارع العراقي والمتظاهرين يريدون يحاسبون الفاسدين ويريدون يزيحون هاي الميليشيات الولائية لإيران ويريد يزيحون هاي الأحزاب المهيمنة على قلب العراقيين من 2003 لحد الآن. فالانتخابات المبكرة مو صالحنا هسه، نفس المالكي راح يفوز بالدرجة الأولى وهادي العامري وغيره ونفس الاشكالات هاي راح تبقى يعني هي تدير دفه الحكم. اذا انت لا ترى جدوى من هذه الانتخابات في ظل طبعا ماكو اي جدوى هسه حاليا. المفروض يضرب بعيد من حديد مصطفى الكاظمي عند بعض الموجودين بوزاره الدفاع ووزاره الداخليه من جهاز مكافحه الارهاب والشارع العراقي وياه والمتظاهرين وياه والمناطق الغربيه كلها وياه، وعليه ان يضرب بيد من حديد اولا على الفاسدين ومحاسبتهم وثانيا على الميليشيات ومقراتها والمخازن الاعتده اللي مسويها داخل بغداد وغيره. يريد يحاربون اسرائيل كلا كلا امريكا وكلا كلا اسرائيل ومالين البغداد كلها صواريخ وكلها اقداس مال الاسلحه. هو اللي يريد يحارب اسرائيل يحاربها بالمخازن الاسلحه الموجوده بين الاهالي وبالبيوت. المفروض يروح ذيك اسرائيل يروح يحاربها، ليش يجي يخزن بداخل بغداد؟ انا اشكرك اخي غير مشروع اشكرك اخي الصباح من بغداد كان معنا. وللاسف يعني هناك تجربه سابقه عندما تم جهاز مكافحة الإرهاب إلقاء القبض على مطلقي الصواريخ صواريخ كاتيوش على المنطقة الخضراء، تم إلقاء القبض عليهم وشفنا اللي صار أنه ما قدروا حتى يحاسبوهم، وشفنا طلعوا بأسرع وقت وتبرئتهم من قبل القضاء. محمد من بابل، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. هاي خطط مدبرة على العراق من قبل أمريكا. نعم. أمريكا ما تقدر تصرف فيها بيوم واحد. نعم. إحنا بالنسبة لنا يعني ملينا من هذا الحكي، ملينا إسرائيل راضية كلها على دمار العراق وهاي كلها الله في خدع، هاي خدع يضربون هيجي وهيجي قد يضربوا الخضراء، فينا يضرب الخضراء، فينا يضرب اسرائيل. نعم. هاي كلها يعني اكاذيب على الشعب. زاد والله العظيم ما يصير لنا كل حال الا الله غافر الله. ونعم. هم يدعون يقولون احنا مقاومه، احنا مقاومه، شلون؟ مقاومه، قاوموا السنه دمروا السنه وجروهم.
قام امريكا دخل يضرب امريكا يدخلنا. بالبدايه كنا ضربوا الامريكان وطلعوهم وشافوهم الويل. ظلوا خانسين المناطق فوق المناطق. وكل هاي هسه اللي قاتل الامريكان كلها بالسجون نايمه. بالسجون نايمه وعليهم اتهامات يعني كيديه. وادامات وكلها بالسجون هاي الشباب. نعم. قال والله امريكا راضيه ما حد يقدر يسوي فيها بس لا حول ولا قوه. وانا اشكرك استاذ. أنا أشكرك محمد من باب الكانة معنا. أم عبد الله من الموصل، تفضلي أم عبد الله. أم عبد الله تسمعيني؟ أم عبد الله انقطع اتصال مع أم عبد الله. أبو مريم من البصرة، تفضل أبو مريم. أبو مريم، أبو مريم أرجو خفض صوت التلفزيون. تسمعني ابو مريم؟ ايوه نعم. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر يا هلا بيك، حياك الله. الله يخليك استاذ عمر. بالنسبه للبرلمان بصوره عامه. نعم 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 سمعك. نعم الو اسمعك، تفضل. الو اسمعك ابو مريم. اقول لك بالنسبه للبرلمان، البرلمان هو اساسا فاشل. نعم. يعني ما الى اي فعل بالعراق. من 2003 لليوم انطيني شخصيه قامت بواجبها، ماكو الا ما رحم ربي. يعني نعم. نعم ده اسمعك، انا ما قاطعتك. ايه فاقول لك هو انا رايي بالنسبه للسيد الكاظمي حل البرلمان وتقديم اللي هم عليهم ملفات فساد ومحاكمتهم والبقيه صار صراحهم انه ايده نظيفه يثبت هو هذا الجدار طبعا. فالبلد اليوم بحاجه الى اعمار، بحاجه الى اخلاق. يعني هسه لو تشوف الجيل مع الاسف شبابنا فقدناه. شبابنا فقدناه، يعني القيم راحت. لازم نلتفت لحالنا، حتى انا حتى نحمر العراق بناء، بس قيم واخلاق صعبه ترجيعها ترى. نعم. يعني احنا حتى لجنه ما لازم على الماده، نريد شبابنا يوعى نفسه. حتى من تجي الانتخابات كل واحد ينتخب برايه. يعني نفس الشخصيات مثل ما تصور للي قبلي. هم دعاية انتخابية وكذا وقبض مال. نعم. فيا أخي العزيز والله أنا برأيي حل البرلمان وتغيير الدستور وينجع العراق. يعني مثلا هسه يحق التظاهر. تطلع تظاهر تنكتب. وين الدستور هذا؟ أستاذ عمر. بالفعل. زين التعويل على الانتخابات المبكرة والحديث أنه هناك صراع ما بين الكتل، انه هناك كتل سياسيه متنفذه مثل فتح ودوله القانون يريدون انه تجري الانتخابات المبكره بحسب النظام القديم، والشارع العراقي يرفض هذه الانتخابات ويرفض كل الطبقه السياسيه. هو الشعب من ينتخب شخص يتوقع انه راح يفيده. حتى البرلمان اليوم ما ياخذ رواتب. ماكو، يعني انت اي دور ما له البرلمان؟ اي دور ما له؟ انطيني شخصيه لها دور. قلت لك الا ما رحم ربي لو خذيت قلبت. قليل. اما انه يعني هذا الجد 380 مجد البرلماني، يعني اليوم لا هاي رواتبهم الصوب خزينه الدوله، احنا بخير؟ عجزنا نسده. نعم. يعني يطلع تقاعد ياخذ كذا، هاي ماديات. اما قلت لك انا اكو شغلات فقدناها مع الاسف المقهورين على شبابنا. شبابنا لا دراسه لا شيء لا تعيين. زين هذه بعد 10 سنوات شو نصير احنا؟ نصير كلها مافيات ومثل تكسات حشر. فلازم يعني جزاه الله خير، احنا متفائلين بالسيد الكاظمي. ان شاء الله الله يعينه وينصره ويوفقه. وجزاك الله خير.
أبو مريم من البصرة كان معنا، أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. دام فضلك، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله، يا أهلا بك. تحية تقدير واحترام لك وللغالي والشعب العراقي السائر. الله يسلمك. أستاذ عمر، بالنسبة للانتخابات هذه قضية مهزلة ما بعدها مهزلة، انتخابات بدون دولة يعني. أستاذ عمر، العراق ما هو دولة، هو تحكم عصابات، والكاظم هو تابع لإيران يعني دولة إيرانية كامل. يعني لا. لا يمكن تجري انتخابات الا بسقوط هذا النظام من اساسه، العمليه السياسيه. وجود الكاظم ورجموه كرئيس وزراء هي ليبقى العراق في هذه الدوامه العنف ودوامه اللا دوله. لاي انتخابات، او واحد يتكلم عن مع احترامنا واعتزازنا بالشعب العراقي ورفضه لهذه الانتخابات، عارف ان النتيجه هي تابعه للميليشيات، لابد من اسقاط هذا النظام، من القاضمي الى الحلبوسي الى ما يسمى برئيس الجمهوريه، لابد من اسقاط هذا النظام. لا يمكن تحدث انتخابات بالعراق في ظل هذه العصابات، وتحيي لك وتحيي الشعب العراقي. ابو فيصل من السعوديه كان معنا. طبعا وفقا لعضو في البرلمان تحدث لصحيفه العربي الجديد ورفض الكشف عن اسمه، قال بان القوى السياسيه التي ترفض تحركات الكاظمي بشكل عام تحاول استغلال وجودها في البرلمان للتمرد عليه كما قال، و البرلمان لا يقبل بموعد انتخابات الذي حدده الكاظمي، كما يريد أن تجري التفاهمات والاتفاقات الدولية من خلاله أي من خلال البرلمان، الأمر الذي يدفع باتجاه التصعيد بينهما. وأشار إلى أن تحالف الفتح ودولة القانون يخوضان حاليا حراكا للاستعداد لجلسة برلمانية قد تعقد مطلع الشهر المقبل ليتم خلالها تقييم عمل حكومة مصطفى الكاظمي، مؤكد بأن تأزم العلاقة بين البرلمان والحكومة سيدفع باتجاه تعطيل عمل الدولة كما قال، والتي تحتاج لأن تكون هناك تفاهمات بين المؤسستين وأن يكون عمل كل منهما مكملا للآخر. طبعا لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان هاجمت مصطفى الكاظمي وعدت اتفاقياته الأخيرة غير ملزمة للعراق ما لم يتم التصويت عليها في البرلمان. وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح صحفي بأن الحكومة مطالبة بإرسال محاضر جميع التفاهمات والاتفاقيات إلى البرلمان من أجل الاطلاع عليها وتحديد موعد للتصويت عليها في البرلمان، وشدد على أن العراق لن يلتزم بأي تعهد قدمه رئيس الحكومة خلال القمة الثلاثية أو خلال زيارته إلى واشنطن من دون أن يمرر في البرلمان بحسب القانون. معنا اتصال محمد من كربلاء، تفضل محمد. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد عمر الوردة، أهلا وسهلا بك، حياك الله. حياك حافظ الله يستر عليكم ويحفظكم ويحفظ الله يسلمك. الله يخليك، الله يحفظكم. تفضل. قناة الحقيقة وقناة الوحيدة. الله يسلمك ويخليك. أستاذ محمد حبيبي، هو ياهو دمروا البلد من اقتصاد، من ثروات، من ما خلوا فجأة انهجم البلد، هجموه هجينة، يا تروح انت خوهم ذوك زين، كلهم حامية حرامي. الشعب العراقي لا راح ينتخب ولا حد يوصل، دمروا بالبلد زين، شنو الصفوف ما حتى واحد يروح ينتخب، يحط بيهم نظيف ونزيه حتى تنتخبه، شو نفس الوجوه ونفس طاطر الحمار. نعم نعم، دمروا البلد من اقتصاد، من ثروة، من كل شيء. نعم جنازحين دمر، شنو السبب؟ هذول المحتقلين، السجناء المحتقلين زين، ما طلعوهم سووا أطعام ما طلعوهم زين، دمروا البلد، دمروا. عشان أكل واحد بيهم نص إنسان تنتخبه، من هو؟ ماكو. الشعب العراقي كله لا ينتخب قضاة، وإن شاء الله القضاء على ذوي الفاسدين المد النواب الحبوس وربعه. نعم محمد، هذه الكتل والأحزاب التي تصر على إعادة نفس الوجوه، إعادة نفس الانتخابات، يعني ما تحس انه هي اللي دمرت البلد؟ شنو يعني، شو يريدون بعد من العراق؟ دمروا البلد وراح ينفون البلد كله زين. نعم. لان نفس الوجوه ما تغير اي شيء واحد زين. ليش هذا الاصرار من قبلهم؟ هم بعضهم يعترف بالفشل في بعض الاحيان، يقول لك احنا فشلنا.
نعم حبيبي استاذ محمد الله يحفظك والله استاذ علي يخليك حبيبي. السبب الوحيد ايران دمرت العراق ودمرت كل الدول القريبه للعراق. دام ايران موجود العراق يقرا عليه السلام. نعم نشكركم. انا اشكرك اخي محمد، شكرا جزيلا لك. محمد من كربلاء كان معنا، ومع عبد الله من الموصل تعاود الاتصال. تفضل يا ام عبد الله. ام عبد الله انقطع الاتصال مع ام عبد الله. ام احمد من بغداد، تفضل يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بيك. احييك دكتور عمر واحيي قناه الرافدين الوطنيه الاصيله. اهلا بيك يا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما في قوما حتى يغير ما في أنفسهم، صدق الله العلي العظيم. دكتور نستمر بالحديث عن فساد وظلم الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ 2003 وانتماءاتها ولاها لإيران وأمريكا وغيرهم من يريدون الدمار واحتلال العراق. هذا يستدعي طرح تساؤلات، متى سيحرر العراقيون أنفسهم ووطنهم؟ متى يتفقون على هدف ومصير واحد ويكونون أصحاب قضية؟ قضية الأساس والأهم هي تحرير واسترداد الوطن من الذين سلبوه. هذا لن يكون إلا باتحادنا وتكاتفنا، لكن للأسف بنلاحظ إحنا عدة تظاهرات واعتصامات متفرقة أمام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية تطالب بمطالب خاصة كالتعيينات أو تثبيت العقود أو صرف الرواتب وغيرها. شنو راح يكون الجواب السلطات بنشوفه احنا عنهم؟ قمع وإهانة. لماذا كبيرة واستفهام؟ نعم. الشرارة الأولى لانطلاق ثورة تشرين هي كانت ما تعرضت له مظاهرات حمل الشهادة العليا أمام وزارة التعليم العالي في عهد حكومة عادل عبد المهدي. نعم. إذا يتذكرون العراقيين هاي ثورة تشرين اللي خرجت تحقق جميع مطالب الشعب وتحرر الوطن حتى الإنسان العراقي يعيش عيشة كريمة ويشعر أنه عايش بأمان بوطنه اللي راح يأمن له كل حقوقه. فإذا بقى الشعب العراقي غير متوحد وعنده مطالب فئوية أو خاصة وانتماءات ما راح نستطيع انه نحصل على حقوقنا. يعني الناشد ونطالب ونوجه بخطابنا لابنائنا واخواننا اللي يظهرون هكذا مواقف، لماذا عليهم ان يذهبوا الى ساحات الاعتصام الى ساحات التظاهر الحقيقيه السلميه؟ ان لم يسترد الوطن لا تطالبوا بحقوق. نسترد وطننا ونحرره نحصل على حقوقنا، هذا يجب أن يكون. للأسف ثورة تشرين وشبابها اللي قدموا أرواحهم ودماءهم هاي الزكية اللي سالت وهاي الأعداد الكبيرة تروح هدر تبحثون عن مطالب خاصة، أي شيء لا ينفع إلا استرداد الوطن. تطالبون بحقوقكم ممن سلبها منكم وظلمكم؟ متى يتعظ العراقيون؟ متى نكون أصحاب قضية وتتوحد كلمتنا؟ الشعب هو مصدر السلطات، أطاح بحكومة عبد المهدي أجبرهم على أن يقروا الانتخابات ولو أنها لن تكون نزيهة. بالمقابل على الشعب أن يقاطع هذه الانتخابات ولا يعملون تكتلات جديدة ويريدون أن يدخل هذه الانتخابات. من يؤيد ويريد أن يشارك في هذه الانتخابات يحكم على العراق بالإعدام مرة أخرى، فلا يشاركون بالانتخابات وبعدها يخرجون يطالبون بالحقوق. نعم. من يفرط بحقه مرة يفرط به كل مرة. نعم. هذا خطابنا، نتكلم عن المساوئ والظلم وإحنا مستمرين بالسكوت لهذا الظلم. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أم محمد من بغداد كانت معنا. أبو هزبر من كركوك. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، تفضل. شلونك أستاذ عمر؟ بارك الله يسلمك ويخليك. أخوكم الشريف
حياك الله. المنبر لكل الشرفاء. حياك الله يا هلا بك. بارك الله فيك اخ عمر. والله في سبع انتخابات. نعم. هي نفس الوجوه نفس بس يبدلون مكان المكان. ما حد ما نتحدث عن الانتخابات، انتخابات نفس قبلها نفس قبلها. الوجوه نفس الوجوه بس يبدلون هذا وزير يجيبونه هنا وهذا يجيبونه هنا. احنا اصلا ما دولة. من هذا لا قانون بخير. اليوم رئيس الوزراء اليابان استقال على شيء بسيط. احنا مشلبين بها تشلب. يعني تحقق الوزير ما هو يشتغل. نعم. نعم ابو هزبر. ابو هزبر تسمعني؟ لا. نعم. من راح الصوت. نعم. لا لا موجود استاذ عمر موجود. نعم. فماكو ماكو انتخابات ولا انتخابات شنو يعني الناس اللي انتخبت فيها واستشهدت وتعدمها الله. زين من بنيته برايك من بنيته الذهاب الى هذه الانتخابات المبكره؟ ما يشوف هاي الشباب الحلوة شباب العراق اللي قدموا مئات الشهداء وآلاف الجرحى وهذه التضحيات والاغتيالات التي تقوم بها هذه الميليشيات التابعة للأحزاب التي سوف تكون في أول قائمة قائمة الترشيح؟ ما يضعون ببالهم هاي الشباب الحلوة الراحة يقول لك لا والله أنا ما أروح الخاطر هاي الشباب طلعت على الأقل هذا أقل شيء يقدر يقدمه. لا أعمل. نعم والله حرامات يعني حرامات من الشهداء يدين من الكرة التشفينة يعني راح خلوهم الناشطين والله يعني ننزل فوق يعني على بالنصف نعم شيء يعني إيران متوغلة من العب والصول والجول ويا شنو موقف الإيران موقف يعني العراق كيف تلعب به على نقصات النواب شو على العراق على هذا الديون اللي عندنا من عندهم. نعم. زين هم في نقصات ايران. والله ايمان غير الله سبحانه وتعالى على ما ناشد هذول. امين. ولا سالت فاسال الله ولا استعنت فاستعن بالله. ونعم بالله. انا اشكرك. ما عندهم اي شيء. حياك حياك. انا اشكرك الله يصبر من كركوك كان معنا شاكر من بغداد. تفضل شاكر. شاكر. قطع اتصال مع شاكر من بغداد. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ابو محمود من الرمادي. تفضل ابو محمود. الو السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. شلون استاذ عمر؟ حياك الله. يا اهلا بك. نشكر استاذ عمر. احنا في القناه الشريفه. الله يسلمك. ايه الله يسلمك يا عزك رحم الله والدك. والديك. عمي استاذ عمر احنا ظلينا المحتقلين ما طايحين لا النقاد ولا النجاي. لا ولا المغيبين. المظاهرات ولا مغيبين السطرات الرزازة وربع الرزازة والله قاعدين الحبين دينا عاجل وقاعدين يوم جينا خبر يقول جايبين من البصرة لبغداد وأخفاهم النار علينا ببغداد وجايبين قطعة 250 واحد من بغداد خلص عن كلام علينا واستاذ محمد الحلبوسي قاعدة سويت جماعة يتميز وولد المسرقعات الخايبات مهجوا بيوتهم وكل من هو الجهالة برقبت لا عم لا خالة بس احنا شنو نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على محمد الحلبوسي ما نقول بس هاي على محمد الحلبوسي
الحبوسي، حسبنا الله ونعم الوكيل على محمد الحبوسي. والاستاذ كاظم الكاظمي، استاذ مصطفى الكاظمي، يعني شاف يشتغل عدل ما حد يريده. يعني طاير على المعتقلين، طاير واحد واحدة، استاذ عمر ايد واحدة ما تصفق. نعم. ايد واحدة ما تصفق، هم ما يدوس، يعني هم كلهم هم ايرانيين، انا اقول لك شان كل ايرانيين. الكابتن هذا شو مو مرتبط بايران، يعني شاف ما يريد ايران، كل الحكومه بالعراق ما تريده. لو يضحكون خلي يضحكون على اي مظاهرات هسه قبال حضرتك، يشوفون شنو هذول، هذول مو بشر، مو انسان، ما عندهم امهات، ما عندهم ابهات استاذ عمر. نعم. بس شنو بنقول؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم. على شنو ما لازم اليوم صار ست سنين، ست سنين، انا عنده طفل عمره 30 يوم، راح يوم بيسالني باللي جبته وين بابا؟ يعني بابا ما يطلع؟ شو قلنا انا؟ استاذ عمر الله يخليك، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله. انت يا محمد الحلبوسي ما اريد عم من عندك لا اعمار ولا اريد كل شيء، حتى بيوت اللي بدك ويان، بس انطونا ولادنا، انطونا ولادنا عم، ما اريد كل شيء استاذ عمر، والله ما اريد كل شيء. ناشد بالقناة، قناتكم الشريفة، قناتكم الشريفة ما لنا غير الله والقناة، ما عندنا غير الله والقناة. يعني احنا شنو معتقلين مرة زادة؟ احنا مو بالعراق قابل، احنا وين؟ احنا اسرائيليين؟ انا اسرائيلي، قلتوا اسرائيليين شنو مدرسكم؟ يعني شنو هو؟ استاذ محمد الحلبوسي رايح بخاف خليه تاكسي رايح راجع لايران، ما يقول ولد المسقعات وينهم؟ وينهم ولد المسقعات استاذ عمر؟ الله يخليك. يعني احنا نناشد من قناتكم الشريفه، نناشد من قناتكم الشريفه، واحنا نقول له يا مصطفى الكاظم ترى كل المناطق الغربيه ترى هي ايدك، ترى كل المناطق الغربيه هي ايدك، احنا ولادنا 13553 واحد، انا جاي احكي لك، ما جاي احكي لك على واحد. نعم. استاذ عمر الله يخليك عمي، الناشد من الله ويعزكم من قناتكم الشريفه، وين المنتجه؟ قرانا بالمطار، احنا على المطار ما حد يطلب من المطار، كل ما يقولون على بكران ما نروح جيبون، بس رد نقول نصل بغداد ورجع، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، وين يطشونا؟ ما لنا غير الله الوحيد. لا حول ولا قوة الا بالله. وغناكم الشريف، وانا اشكرك استاذ عمر، وانا اشكرك، وانا اشكرك. الله يعينكم، الله يعينكم، والله يفرج عن كل الابرياء. والله مصيبه يا ابو محمود. مصيبة. فرقان من بغداد، تفضل فرقان. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا حبيت أنزل طالب سادس ثاني، مطالب بمعدل التراكم والاختيار. نعم. يعني مثل ما تعرف أنت، إحنا طلاب مسلوب حقنا، تمام؟ من بداية، إحنا نظاهر، تمام؟ نعم. أوكي؟ ورا كورونا، تمام؟ فخيط أسبوع معدلنا. يعني اللي ما عارف ايش، اللي ما عنده خصوصي من هالسؤال، طلب معدل تراكمي، وزير التعليم العالي قابل عليه، وزير رئيس الوزراء موافق عليه، شنو بس القرار الاخير، القرار الاخير عدم احتساب المعدل التراكمي، سمعت بيه لو ما سمعت؟ لا ما هي لا سمعت بيه انت، القرار النهائي من قبل الحكومه، من قبل وزاره التربيه، لا يحتسب المعدل التراكمي للطلاب، يعني تروحون للامتحانات ومخيرين، تمتحن دور اول او دور ثاني. دور اول او دور ثاني، تمام، بس اللي ما فاتح كتاب، اللي ما عارف ايش من بدايه السنه، اللي عنده شهيد اللي مصاب بكورونا. نعم. والله هو الوضع، يعني ما اعرف، ربما هو رايي، لو مأجليها على السنه القادمه ربما يكون افضل. نتمنى لكم. نعم. اذا اجلوها نفس الحاله ترى ما في اشياء، نعم، احد ما عنده هو كمبيوتر ما يحفظ مواد خلال شهر واحد، وثاني شيء رئيس الوزراء قبل عليه، اوكي؟ فوني نتمنى لكم كل التوفيق أخي فرقان في هذه الامتحانات، وإن شاء الله تمتحنون وتنجحون وتعبرون إن شاء الله. أنا أشكرك فرقان من بغداد، كان
معنا. طبعا تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيات الحشد الشعبي اعتبر بأن ضعف إدارة الكاظمي للدولة يضعه أمام الاستجواب برلمانيا على أساس هم يعني فد هم كلهم نفس الشيء، وأن بعض القوة تتوحد رؤيتها لتقويم عمل حكومة الكاظمي. النائب عن التحالف وليد سالاني قال بأن كل لجنة من اللجان البرلمانية لها الحق قانونيا بمتابعة عمل عدد من الوزارات ضمن تخصصها، وأن الاستجواب للوزراء هو عملية تقويم ووضع المعالجات لعمل الوزارات لا سيما المتلكئة ببرنامجها الحكومي والتي تحتاج إلى تقويم، وبين بأن الاستجواب شكل من أشكال القانونية وهو حق دستوري للبرلمان. زين بالله هذه اللجان البرلمانية ليش ما الطالب بحق المتظاهرين اللي استشهدوا بثورة تشرين، وبحق من يتم اغتياله يومية، وبحق المعتقلين الأبرياء والمغيبين؟ ليش بس نسمع صوتهم وقت الانتخابات؟ لأن هاي بيها فلوس، وذيك هم مشتركين بيها، هم مشتركين. إن كان ما مشترك بشكل مباشر بالإشراف على الاعتقال والقتل والسرقة والفساد، فإنه إذا كان صامت فهو مشترك بطريقة غير مباشرة كذلك هو مشترك. ليش لعل أنت عضو بالبرلمان ما تطالب بحق حقوق الناس هاي الأبرياء والناس الفقراء، والطالب بموضوع الانتخابات؟ لأن أنت تضمن دورة انتخابية أخرى لك، لأن بيها فلوس، لأن بيها مليارات. أما المواطن ها فخلي يروح، يعني عذر على الكلمة، فليذهب إلى الجحيم. يعني عندهم ما يسوى المواطن 3 دراهم الجماعة. المفروض الاغتيالات اللي صارت على الأقل، الاغتيالات، القتل المتظاهرين، لو كان عندنا ما سمعنا ولا واحد برلماني صار عنده ضمير وإحساس وقال لك أنا أستقيل من هيك عملية سياسية برلمان، أنا رشحت رئيس الوزراء ورشحت الوزراء اللي هم متهمين بشكل مباشر بقتل المتظاهرين، لا والله أنا أستقيل، هذه دماء الناس بما أنه هم رشحوني أنا أستقيل، ما أريدهم ولا أريد البرلمان. بس مع الأسف عندهم دم العراقي أرخص شيء، عندهم حياة المواطن العراقي ولا شيء، أهم شيء مناصبهم وتعاليلهم وقعداتهم وشون يتقاسمون المقاولات فيما بيناتهم. معنا اتصال أبو زيد من البصرة، تفضل أبو زيد. أبو زيد تسمعني؟ أبو زيد انقطع اتصال مع أبو زيد من أبو زيد كذلك من السليمانية. أبو زيد من السليمانية تفضل. تفضل عيني. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي فناح. حياك الله يا هلا بك. كل ما تنوال أخوي السبقاني هو يصب في الموضوع. نعم. صعوبة الحك، نعم، الدراسة، صعوبة حكومة فاسدة، حكومة سارقة، حكومة يعني خلت احنا صحوة يدمرهم، جروا شغلات المجتمع ما يعرف منين يبدي وين ينتهي، مثل ما ذكروا هسه الأخوة قبل هذا يعني اللي من رمادي اللي الطالب الدراسة والامتحانات والمتجر الحياة والمريض والمفقود والمسجون والضايع، يعني ما تركوا شيء يفيد هالمجتمع هذا، ما تركوا شيء يخلي الإنسان فيه براحة وحياة كريمة. نعم. زين أبو زيد، ما الذي سوف تقدمه الانتخابات المبكرة
للمواطن العراقي هي الانتخابات اللي قبلها والبرلمانات والحكومات، ماذا قدمت للمواطن حتى تقدم هذه الانتخابات برأيك؟ مجتمع العراق كله الرأي شغلة الانتخابات نعم والغش والافتراء والكذب والسلاح المنفلت والمال المسروق يا على شنو الانتخابات؟ هم مستغلين المشهد بقوة الظلم يقدر يتخيل يقدر يلتقط صوته من يقدر نعم. أنا أشكرك أبو سيد من السليمانية كان معنا. أحمد من الفلوجة، تفضل أحمد. أحمد تسمعني؟ أحمد انقطع اتصال. أبو حسين من البصرة، تفضل أبو حسين. نعم 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 ألو. أهلا أبو حسين تفضل. أهلا وسهلا بك. بخصوص البرلمان العراقي. نعم يعني الو اسمعني اسمعك واضح تفضل. اي بخصوص البرلمان العراقي انه اصلا ما يمثل كل الاراده العراقيه، لانه هذا البرلمان يمثل الدول الخارجيه مثل ايران وامريكا والدول الاخرى وتركيا والسعوديه. هو لو يمثل العراق بصوره صحيحه انه كأنطى حقوق العراقيين أو كأنطى كثير من الأمور. أنت شفت لك برلمان، أنت شفت لك برلمان من برلمانات العالم يصوت على المصالح الشخصية وما يصوت على القرارات اللي تصب بصالح البلد؟ ما ممكن أنه لو عراقي هذا البرلمان، لو عراق هذا البرلمان فما صار هذا المصاب بينا وهذه الحالات اللي صارت في العراق من تفجيرات وسيارات مفخخة وتهجير وقتل بالجملة وقتل على الهوية وقتل، لأنه يعني هذا البرلمان ما يمثل العراق حقيقة. أنه وخصوص التظاهرات، أنت قلت أن النواب يدعون حقوق المتظاهرين، أصلا هم المتظاهرين نفسيتهم طالعين على هؤلاء الحراميين، وهم مو احنا نقول حراميين، هم يقولون احنا حراميه وقسمنا الكيكه وقسمنا الاموال وكل واحد اخذ حصته. هذا شيء يتبين انه يتبين هؤلاء هم ناس لصوص وحراميه، ما جايين لخدمه العراق، جايين لخدمه شخصيتهم والدول الأخرى. نعم. أنا أشكرك أبو حسين من البصرة كان معنا. مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، نحييك ونحيي قناتنا المجيدة ونحيي كل الأحرار. أهلا بك. ونختلف بس مع الأخ صباح، الأخ صباح بقول لك بيستبشروا العراقيين بيستبشروا خير بالمجرم الإرهابي مصطفى القزيمي. لا احد يستبشر به خير، لانه جزء من منظومه الفساد وخاين وقاتل وعميل للصهاينه وللمجرم خميني الصهيوني ايضا، ولا تستبشر خير في احد فيهم. دول مجرمين يعملوا تحت وطاه المستعمر، بينفذوا خطه المستعمر لقتل الابرياء وتهجير الوطن ونهب الثروات. لا احد يستبشر بهم خير ولا احد يذكرهم بخير، لان قتلت الملايين، يعني بعد قتلت ملايين وقتلت اطفال وحرق الوطن وضرب القنابل الفسفوريه والعنقوديه والفراغيه والغازات السامه وبيع الوطن ونهب الثروات وبيع الاثار، يجيب لك ايه ثاني؟ يجيب لك ايه ثاني عشان تقول لي استبشر بخير؟ لا احد يستبشر بهم خير، وكل الشعوب ضدهم، وكلنا هنفضل ضدهم قسما بالله، قسما بالله، عهدا علينا، عهدا علينا. ما دمنا على قيد الحياه لن نقوموكم، ولو ربنا ادانا القدره واحنا ميتين يا مجرمين يا خونة يا اعداء الوطن يا اعداء الامه لن ترضوكم حتى في قبوركم يا مجرمين يا سفله يا خونة يا خونة اللي خنتوا الوطن وما لكمش عهد ولا دين ولا وطن، ومصيركم الى المحاكمه باذن الله تعالى. وعاش العراق، عاش ابو العروبه البطل، رمز الشعوب، رمز الامه العربيه، قائد الاوطان،
حبيب الملايين الشريف في كل مكان. وشكرا لك. شكرا مصطفى من مصر كان معنا. أسماء من صلاح الدين تفضلي. أسماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عافية أخوي بس أنا أرجع لدينا في العام. شلون؟ بس أنا أرجع لدينا العام. نعم. إيه. السلام عليكم. أسمع أختي تفضلي. كملي. أخوي بس أنا بس أرجع لدينا في العام. نحن عام ماشيين. أنا مو في العام العام العام. نعم. فجي بس كاظمين. الله يفرج عن كل الأبرياء يا رب. أسماء من صلاح الدين تطالب بالعفو العام. أحمد من الفلوجة يعاود الاتصال. تفضل أحمد. أحمد أحمد انقطع اتصال مع أحمد بن الفلوجة. طبعا قبل ما نختم النائب عن تحالف سائرون رياض محمد قال بأن هناك نية لدى الأحزاب السياسية للاعتماد على قانون الانتخابات السابق في الانتخابات المبكرة. أضاف بأن قانون الانتخابات الجديد يتطلب تحديث جميع سجلات الناخبين، كما أن هناك اختلافا بين بعض الكتل السياسية حول الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.